السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبكم فيديوهات لا تنسوا من الدعم والاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء ليرون ماذا أنا أفعل والفيديوهات اللي أعملها. الجزء الثاني والأفكار الثانية من عمل الغذاء والمواد المشروبات الطاقة وغيرها في البوبنت. أول فيديو راح يكون معنا كيف عملت المطفية الفلسطينية عن طريق البوبنت. أول شيء عملت على النار، بعد ما خلصت من الطبخة جبت المطفية قطعتها لقطع صغيرة وحطيتها في ثقوب البوبيت، وحطيت عليها شوي من الشوربة في كل ثقب، ومن بعده أدخلته للفريزر حتى أصبح عندي مكعبات من المطفية. وهيك كانت عنا نتيجة المطفية. الفيديو الثاني كان عنا علاقة الألوان ما بين البوبيت والمومس كما انتو لاحظتوا. الفيديو التالي كان عن السمنة، عملت السمنة في البوبيت. الفيديو اللي بعده عملت مكعبات السبرايت في البوبنت، وضعت قليل من السبرايت وضعتها بالبوبنت بجميع الثقوب، ومن ثم دخلتها للفريزر وهي كانت عندي النتيجة النهائية. طبعا عملت فيديوهات كثيرة بالبوبيت، استنوني لنهاية الفيديو حتى تشوفوا ايش عملت فيه فيديوهات كثير، واستنوني في الاجزاء الثالثة والرابعة. طبعا هي عبارة عن لعبة، لكن انا استخدمت هاي اللعبة وعملت فيها افكار وابداعات كثيرة. ارجو انكم تدعموني بالقناة حتى يتسنى الي اني اعمل لكم فيديوهات كتير وان ننبسط مع بعض. الفيديو التالي عملت معجون الطماطم مكعبات بالبوبنت، وضعت معجون الطماطم مربى الطماطم. طبعا انا عملت عصرت جميع البندورة عفوا اللي عندي، وضعتها بالبوبيت ثم وضعتها بالفريزر، وصبحت عندي مكعبات وضعتها بمرطبانات إلى حين الاستخدام. الفيديو التالي عملت مهلبية بالجوست الطيب، ووضعتها في ثقوب البوبيت، وضعتها في الفريزر إلى حتى جمدت، ومن ثم قدمتها للضيوف على شكل مكعبات. وهذا
كان فيديو لليوم، أرجو إنكم استمتعتوا بالمشاهدة، وأرجو إنكم تدعموني بالقناة ومشاركة مع الأصدقاء. إلى اللقاء في فيديو